صباح الخير اعزائي المشاهدين، واهلا بكم بحلقه جديده وبرنامج لكل الناس. يسعدني ان ارحب بضيفتي النهارده دكتوره نجوى الدسوقي، عضو نقابه الصحفيين وعضو المجلس الانمائي للمراه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذه رشا، انا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده مع اسره برنامج لكل الناس على قناه الصح والجمال. صباحكم كله خير. احنا اسعد طبعا. صباح الخير. طبعا موضوع حلقتنا النهارده يا دكتور هيكون عن المراه العامله. كلميني حضرتك عن اهم المعوقات والتحديات التي تقابلها المراه العامله في الوطن العربي وفي مصر. طبعا في البداية أحب أوجه كل الشكر وكل التحية للدولة المصرية على نجاحها في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وإن شاء الله النجاح يكون والفوز من نصيب مصر. وأهلا وسهلا بكل ضيوفنا من القارة الأفريقية الأشقاء من الدول الأفريقية اللي حاضرين معانا بيشوفوا معانا بطولة الأمم الأفريقية. أهلا وسهلا في بلدكم التاني طبعا. وطبعا أحب برضو أحيي شعب مصر العظيم، ذكرى جميلة يوم 30 يونيو طبعا احنا مقبلين عليها يوم الأحد القادم. كل الشكر وكل التحية للقيادة السياسية ورجال القوات المسلحة، لازم نوجه لهم كل التحية على الحدود اللي بيحمونا، ورحمة الله على الشهداء وربنا يتقبلهم. حضرتك موضوع الحلقة المرأة العاملة. أيوة. طبعا هو العمل مهم جدا بالنسبة للمرأة. ليه؟ لأن العمل بيحقق للمرأة إيه؟ بيخليها يعني تقدر تتحمل المسؤولية، شخصية طموحة، يكون عندها ثقة في نفسها، بتقدر تحقق ذاتها، بيكون عندها ذمة مالية منفصلة. فكل الكلام ده ازاي المرأة تقدر تحققه لو ما كانتش مرأة عاملة؟ فالشغل بالنسبة للمرأة مهم جدا. طيب نتكلم عن تحدي المعوقات اللي بتقابل المرأة العاملة في الوطن العربي وفي مصر تحديدا. حضرتك هو التحديات او المعوقات اللي بتقابل المرأة العاملة سواء في مصر او في الوطن العربي اعتقد انها واحدة. ممكن نقول اول التحدي الدعم الرئيسي للمرأة بيكون مثلا الزوج. في ازواج بتدعم المرأة وبتشجعها وبتحميها وبتكون سند ليها حقيقي، وفي زوج تاني ممكن يعني يكون عائق وعائق كبير جدا وتحدي للمرأة. ما يعني بيكون مثلا تقدرش تنزل تشوف عملها، بيقف امام طموحها. فممكن الزوج ده نقدر نقول انه يعتبر تحدي من التحديات اللي بتواجه المرأة في مجال العمل. ممكن تحدي تاني تحدي الغيرة في وسط العمل من الزملاء. ممكن برضو بعض التحديات المرأة العاملة إذا كانت متزوجة ممكن ما تقدرش توفق ما بين البيت وما بين العمل. إلى أي مدى تستطيع المرأة التوفيق بين البيت والعمل؟ هي محتاجة شعرة ومحتاجة ذكاء شوية المرأة تقدر تتعامل بيه. ممكن إنها يبقى في تفاهم بينها وبين زوجها، يكون في عاملة خطة، عاملة بلان معينة، تقدر إنها تمشي، عاملة نظام معين للولاد تقدر تنظم وقتها. لكن برضو العمل بالنسبة للمرأة بيخلي عندها طموح وبيخليها كده عندها استعداد، وبعدين مداركها بتكون متفتحة، تقدر أي حوار تتناقش فيه. حتى الزوج نفسه بيكون سعيد إنه يتناقش مع مرأة عندها فكر وعندها طموح. لكن برضو لازم المرأة تكون عندها ذكاء، لأن الزوج مهما يكون لازم يكون هو ليه الدرجة الأعلى. يعني الرجال عليهن درجة والرجال قوامون على النساء. مهما كان منصب المرأة حتى لو كانت وزيرة أو كده، لما تيجي تتناقش مع الزوج لازم تحسسه أنه هو السيد. وانه حتى لو هتمشي رايها مثلا في الاخر بذكاء منها، لازم ان تقول هو انت رايك مظبوط واحنا دايما بنرجع لك وانت ربان المركب وانت الكل في الكل. ده بقى ذكاء منها، هتقدر توفق ما بين بيتها وما بين شغلها، وهتقدر تحقق طموحها، وهتقدر تخلي الزوج او الرجل ده يدعمها بكل الطرق، وهيخليه فعلا داعم حقيقي ليها. لكن في زوجات تانية بيبقى عندها ما عندهاش ذكاء اجتماعي او ذكاء اسري، عندها تحدي. يعني انا في تحدي مع الزوج وكده، ودي بتخسر كتير. اول حاجه حياتها مش هتكون مستقره، ومدام تعيسه في البيت فمش هتقدر تدي حاجه للشغل، او مش هتقدر تنجح، هتحس دايما انها محطمه او في حاجه كبيره ناقصه. في حاجه كبيره ناقصه. لكن اذا احتوت بيتها واحتوت زوجها وكانت كريمه في بيتها، وبعدين ترجع لزوجها في كل شيء، تتناقش معاه، تقول له النهارده حصل كذا، طب انت ايه رايك في كذا، قابلت كذا، مش عارفه ايه، الزوج هيبتدي يطمن وكده. لان معظم الازواج في المجتمع الشرقي هو بيخاف على الزوجه من الشغل لاسباب هو في دماغه. يا ترى حد هيعاكسها، يا ترى مثلا هتقابل مين النهارده، يا ترى كده. هو الزوج في المجتمع الشرقي بيبقى تفكيره خوف شويه على المراه اكتر ما هو غيران من نجاحها، لان في الاخر هما بيكملوا بعض، يعني هما الاثنين واحد.
يعني فكره عمل المراه ما بين القبول والرفض، يعني هل الفكره دي ما اتغيرتش من السنوات اللي فاتت؟ اعتقد مؤخرا بدا قبول او وجهه نظر الزوج والمجتمع بصفه عامه لعمل المراه. هي ما شاء الله المراه اصلا في المجتمع المصري في كل مجتمعنا العربي وصلت لاعلى المناصب. احنا عندنا في مصر 87 نائبه تحت قبه البرلمان، عندنا 8 وزيرات، عندنا ما شاء الله يعني المراه نائبه ووزيره وسفيره وصحفيه واعلاميه، يعني المراه وصلت لكل المناصب. بصراحه لما بيجوا يتكلموا عن حقوق المراه انا بيني وبين نفسي كده بقول حقوقي اكتر من كده، يعني ما شاء الله المراه واخده حقوقها بالكامل. بس لازم المراه برضو تعرف دورها الاساسي، يعني ربنا خلقها سبحانه وتعالى برضو عشان نعمر الارض، وعشان لازم تخلي بالها من بيتها ومن زوجها. وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا تسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. لازم تحط في اعتبارها قصه الموده والرحمه واحترام الزوج وتقديره، لكن في نفس الوقت برضو في ازواج تانية بتكون متسلطه، يعني هو طبيعته اصلا ان هو انسان غيور او انسان مثلا ما بيحبش نجاح اللي قدامه، او مثلا واخد المراه دي يعني البيت الولاد خدمه فقط لا غير، وده طبعا مش مقبول طبعاً. لا مش مقبول، لان المراه طول عمرها حتى في العصور القديمه وايام الرسول صلى الله عليه وسلم المراه كان ليها دور كبير، والمراه على فكره داعم كبير جدا للدوله المصريه وداعم للقياده السياسيه، وكانت هي البطل في 30 يونيو وليها دور في كل مكان والى الان. حتى ست البيت، احنا ما بنتكلمش عن المراه العامله بس، ست البيت ليها دور كبير جدا. ليه؟ لانها بتربي النشء، النشء ده هو الثروه الحقيقيه لمستقبل مصر. طبعا يعني هل اثبتت يا دكتوره المراه العامله في الوقت مؤخرا دورها بالمقارنه بالرجل، او اثبتت نفسها بالمقارنه بالرجل يعني من ناحيه الاداء والمستوى؟ هقول لحضرتك حاجه، هو ما فيش يعني الند او الضد او انا هثبت وجودي امامك او كده، كل واحد ليه مكانته، يعني كل واحد ليه الجزء بتاعه. اذا كانت المراه في الفتره الحاليه او الفتره اللي قبلها نزلت مجال العمل، لان حضرتك انت شايفه ان الحياه اصبحت في غلاء في المعيشه، في غلاء في كل حاجه، فالمراه فعلا ليها دور انها لازم تنزل عشان تساعد برضو في الاسره، خاصه في الطبقات المتوسطه. يعني لما يكون الزوج بيشتغل والزوجه بتشتغل بيكون الدنيا في مثلا رفاهيه، في بحبوحه ماليه زي ما بيقولوا، لكن الفترة الحالية فعلا لازم المرأة يكون تنزل تشتغل. طبعا حضرتك شايفة في إمكانية للمرأة للتوفيق بين العمل والبيت والأسرة، يعني ولا في صعوبة في التوفيق؟ يعني في زوجات بتنجح انها يكون تقدر توفق ما بين شغلها وما بين عملها وما بين بيتها، وفي زوجات تانية للأسف بتفشل انها توفق ما بين البيت وما بين العمل، وده برضو بيرجع للزوج اذا كان الزوج فعلا داعم للمرأة، ام اذا كان الزوج مثلا متسلط او في غيرة او كده، او ما بيشجعهاش، او الزوجة بالنسبة له مجرد، انا مش عايزه اقول مجرد خدمة، بس في ازواج يعني انا في حالات كتير بشوفها قدامي وبتتحكي لي وكده، انا بستغرب جدا من معاملة الزوج لزوجته، مش هو ده اسلامنا، مش هو ده اللي احنا يعني المفروض نمشي، مش هو ده مجتمعنا العربي المفروض ان احنا الزوج يدعم زوجته يشجعها توصل لاعلى المراتب. طيب يا دكتور شيرين، بما انك عضو المجلس المائي للمرأة، اولا عرفيني ايه هو المجلس المائي للمرأة وايه دوره في دعم المرأة والمرأة العاملة بالذات؟ هقول لحضرتك، انا بصفتي الصحفية نجوى رجب عضو المجلس المائي للمرأة والاعمال. المجلس عندنا بيقدم كل الدعم للمرأة المصرية وللشباب. المجلس أقام عدة مؤتمرات هامة جدا، كان أول مؤتمر للمجلس كان تكوين وتمكين، المؤتمر الثاني للمجلس كان في بيروت وأنا شاركت فيه، كان بعنوان التخطيط الاستراتيجي لإدارة التنمية قيادة وريادة، وكان فيه كوادر ناجحة جدا في الدولة المصرية كانت مشاركة في المؤتمر. كانت معانا دكتور طارق الحصري ودكتور أنور النقيب ودكتورة نهال مغربل ودكتورة نوران فؤاد، كلهم قامات وكان ليهم ورقة عمل في المؤتمر. أيوة، وكان المؤتمر بصراحة ناجح جدا، واحنا في صدد بنحضر للمؤتمر الثالث ان شاء الله وهيكون بيتكلم عن الاعلام. طيب يعني المؤتمر الثاني، ايوه المؤتمر الثاني كلمني عنه. المؤتمر الثاني كان زي ما قلت لحضرتك كان بعنوان التخطيط الاستراتيجي لإدارة التنمية قيادة وريادة، كان بيتكلم عن التنمية وعن التطوير وعن التنمية المستدامة، وازاي ان احنا نقدر نحقق كل برامج التنمية المستدامة ونرشد استهلاكنا، ولازم نحافظ على مواردنا الموجودة دلوقتي للأجيال القادمة، يعني احنا في التطوير وفي التنمية ما نستهلكش كل الموارد على حساب الأجيال القادمة. ايوه
فكان طبعا مؤتمر ناجح جدا، وكان فيه توصيات وكان فيه ورقه عمل وكان فيه مشاركه من جميع الدول العربيه، وده اهم شيء في المؤتمر. لما يكون مؤتمر دولي لما يكون فيه مشاركه من كل الدول العربيه بيكون فيه تبادل الخبرات وتبادل وجهات النظر والثقافات وطبعا يكون فيه تعارف، وطبعا بتقدري تعملي صداقات بعد كده من المؤتمر، يكون فيه تواصل مستمر. فبصراحه يعني كان مؤتمر ناجح وكده، وان شاء الله احنا بنحدد زي ما قلت لحضرتك المؤتمر الثالث نتكلم عن الاعلام، واعتقد ان هو هيكون في بيروت او في الامارات باذن الله. باذن الله. طيب يا دكتور شريهان، طبعا في دلوقتي تطوير، عمليه تطوير التعليم والمنظومه الجديده لتطوير التعليم، طبعا تطوير التعليم ليس بمنأى عن التطوير في كافه المجالات، ويكون اكيد عائد طبعا عن المراه وعن المراه العامله وعن كل افراد المجتمع. كلميني عن وجهه نظر حضرتك في المنظومه الجديده لتطوير التعليم. حضرتك هو طبعا المنظومة الجديدة لتطوير التعليم، احنا لو سألنا أولياء الأمور هتلاقيهم انقسموا لشقين. الشق الأولاني يقول لك طبعا المنظومة ناجحة وهتخلي الولاد ثقافتهم أعلى ويخلي فيه توعية ويخليهم يعني أحسن من ناحية التعليم، لكن في بعض أولياء الأمور يقول لك لا، المنظومة دي مش ناجحة لأن حاجة جديدة على الطلاب. لما أجي أعمل سيستم أو نظام جديد لازم يكون عندي تمهيد، يعني ما افرضش امر واقع على الطالب في نفس السنه. ايوه، لكن ابتدي معايا من الاول، يعني ممكن النظام ده كان يجي مع المرحله الابتدائيه ونمشي، لكن ما يجيش مرحله الثانوي الطالب طبعا مش متعود على النظام ده واجي افاجئه بيه. لازم الاول اعمل خطه، اعمل بلان، ادرب الطالب وادرب المدرس. المدرس اللي هيشرح للطالب لازم برضو ان انا ادربه الاول على السيستم الجديد والنظام الجديد. لكن النظام التعليم اللي هو ده هو بيهدف الى ايه؟ بيهدف ان الطفل ده هو الثروه الحقيقيه لمصر، ان احنا نرفع توعيه، نرفع من ثقافته. التعليم بدل ما كان تلقين فقط، لا، يصبح ان انا بفهم الطفل، بخليه يبرز مواهبه. طيب يا دكتوره، في هذا السياق احنا هنطلع فاصل، هنشوف هنعرض فيديو عن اليه عمل ورش لدعم تطوير التعليم. أوكي. في مصر. أوكي دكتورة، فاصل ونعود. لم يعد التعليم قضية خدمات بل قضية أمن قومية، وأصبحت القضية هي إعداد وتأهيل شباب قادر مسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا، وأن أهمية التعليم مسألة لم تعد اليوم محل جدل في أي منطقة من العالم. فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة هي التعليم، وأن جوهر الصراع العالمي هو سباق في تطوير وتحسين جودة التعليم. لذا فإن الاستثمارات في رأس المال البشري لها أهمية حيوية في تطوير قوى عمل منتجة تقنيا على الأقل. ورش القيادة التربوية الصحيحة للمدارس في ضوء مفاهيم الجودة الشاملة. لذا يتم انعقاد ورش عمل على مدار العام على مستوى الجمهورية ل27 محافظة، من خلال وضع خطة يكون لها رؤية يشارك الجميع فيها، ورسالة المقصود منها تطبيق الجودة الشاملة وأهداف متوسطة وقصيرة المدى، منها تطوير أداء جميع العاملين في العملية التعليمية، ترسيخ مفاهيم الجودة تحت شعارها الدائم أن نعمل الأشياء بطريقة صحيحة من المرة الأولى وفي كل مرة، تحقيق نقلة نوعية
في عملية التربية والتعليم تقوم على أساس التوثيق للبرامج والإجراءات والتفعيل للوائح والتوجيهات والارتقاء بمستويات الطلاب. جودة الخدمة عبارة عن الخدمة كما أديت أو قدمت فعلا مطروحا منها توقعات المستفيد. ستناقش الورش أيضا المنظومة الجديدة للتربية والتعليم والوقوف على أهم العوائق، تقييم المعلمين قبل وأثناء وبعد، فلترة وتحديث المناهج الدراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي، قياس مستوى الطالب، تحليل نقاط الضعف وتحويلها إلى نقاط قوة، تقييم القائمين على الإدارات والموجهين ومديري المدارس، أصحاب المصالح داخل وزارة التربية والتعليم والدروس الخصوصية. يشارك في الورش أساتذة جامعات بكليات التربية وكليات أخرى لها صلة بالعملية التعليمية، كما يشارك بالورش عدد من القائمين على الإدارات التعليمية والموجهين والمعلمين والطلاب وأيضاً أولياء الأمور، وبعض من القيادات المشاركة في الورش على مستوى الجمهورية، القائم على الورش المركزية والمنسق العام على مستوى الجمهورية الدكتور علي جمال عبد الجواد. أعزائي المشاهدين، عدنا من جديد ومرحبا بك مجددا دكتورة نجوى. دكتورة نجوى، بما انك امرأة عاملة، كلميني عن تجربتك الشخصية كامرأة عاملة. اتفضلي. سؤال جميل جدا، يمكن أول مرة أتسأل السؤال ده. طبعا تجربتي الشخصية، أنا سعيدة جدا ومبسوطة، أنا خريجة إعلام جامعة الأزهر قسم صحافة ونشر. كانت أمنيتي أول ما اتخرجت إن أنا أبقى عضو نقابة الصحفيين، يعني قعدت سنتين كده في البيت وبعدين نزلت الشغل على طول. بشتغل من 2007، احنا 2019، حوالي ما شاء الله 12 13 سنه. الحمد لله خدت عضويه نقابه الصحفيين 2011، طبعا بعد شغل 5 سنين وارشيف و طبعا ومعاناه ودراسه الحمد لله. وكان ليا تجربه انتخابات مجلس النواب، انتخابات 2015، كنت نازله في قائمه تيار الاستقلال على مقعد الشباب. تمام، ده نموذج ما شاء الله. الحمد لله المرأة العاملة. اتفضلي. الحمد لله كنت يعني ليا نشاط اجتماعي، عضو في كذا مجلس وكذا جمعيه، عضو في مجلس الميه العربي للمرأة والأعمال، زي ما قلت لحضرتك شاركت في انتخابات مجلس النواب 2015، عضو نقابة صحفيين، سافرت أكتر من دولة، سافرت المغرب، الأردن، لبنان، السعودية، شاركت في مؤتمرات دولية. الحمد لله يعني راضية عن نفسي إلى حد ما. طبعا اهلي ليهم عليا حق، بديهم طبعا حقهم، بقدر اقسم وقتي. يعني هل دورك كامراه عامله بيأثر على العلاقات الاجتماعيه والواجبات الاجتماعيه؟ الواجبات الاجتماعيه هقول لك على حاجه، انا على قد ما بقدر بحاول اوفق، يعني بحاول ادي اهلي حقهم، حاول ادي شغلي حقه، باجي يمكن على نفسي وعلى وقتي كتير وعلى صحتي كتير. يمكن بنسهر، الصحفيين شغلهم متعب جدا، ممكن تسهري البحث عن المتاعب، يعني ممكن ما تناميش 48 ساعه لان عندك شغل مهم لازم يتسلم. في ناس متعشمه فيكي، طالبين منك خدمات لازم يعني تقدمها لهم، ودايما انا في مقدرتي ان انا اساعد اي حد طلب مني اي خدمه، انا ما اتاخرش عنه ابدا. الحمد لله قدرت، يعني الحمد لله عندي ذمه ماليه منفصله، عندي بيت، الحمد لله قدرت اعمل بيت حلو قوي. ده طبعا من ايجابيات المراه العامله. طب يا دكتوره نتكلم بقى عن السلبيات، سلبيات عمل المراه. هقول لك سلبيات عمل المراه، بيرجع برضو للمراه انها مش قادره توفق وقتها كويس ما بين بيتها وما بين عملها. ممكن تقابل بعض الشخصيات اللي بتحاول يعني تعوقها او كده، بس انا دايما اي شخصيه بقابلها مستفزه بحاول ابعدها عن حياتي فورا، يعني حاول اعمل بلوك، حاول ما اقربش منها خالص، ما احتكش بيها، لان انت في الوسط الاعلامي بالذات والوسط الصحفي والعمل العام، ما دام نزلتي فيه بتقابلي كل الشخصيات، بتقابلي شخصيات جميله جدا وناجحه وطموحه، بتحاول تساعدك، بتحاول انها تبقى فرحانه بيكي، وفي نفس الوقت بتقابلي شخصيات تانية بتبقى غيرانه، بتبقى عايزه تكون مثلا عايز تكون زيك، فتحاول اسفين او تضربي. ده معوق زائد على المراه العامله في العمل العام، بخلاف المراه العامله يعني في اي مجال عمل، العمل العام بالذات بيبقى عليك الضوء، فبتقابل طبعا الغيره ما بين الزميلات وما بين الزملاء في مجال العمل بتلاقيها برضو موجوده. انت بقى بتحاولي تمتصي لقدامك، يعني تحاولي يكون عندك ذكاء اجتماعي تقدري تمتصي لقدامك، ما تخليش ان الغيره دي توصل لمرحله انها تاذيكي، يكون عندك ثقه بالنفس واحترام عارفه بتعملي ايه وبتعملي اللي هو انت مقتنعه بيه، ما بتاثريش براي الاخرين ولا بتعتبري ان راي الاخرين
مهم بالنسبة لتكوين رأيك هو أنا بكره الشخصيات المؤذية. تمام. احنا خاصة برضو في مجال الإعلام وكده وسمواته مفتوحة مواقع التواصل الاجتماعي وكده بقى سهل إن أي حد يقدر يأذي أي حد. فاهمين؟ لكن انت دايما مدام بتشوفي شغلك مظبوط والحمد لله وبتتقي الله في كل شيء، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، وبتبعدي يعني بتبعدي عن الناس المؤذيه، فخلاص الحمد لله بالدنيا. دكتور شريهان بالنسبه برضو للمراه، دكتور نجوى حضرتك بس انا عارفه ان انت صديقه ليا عزيزه انا واختي، ف دكتور شريهان الحقيقه انا اسفه جدا، معلش لا حبيبه قلبي فاحنا مقصرين عليكي قوي. طيب معلش دكتور نجوى، دكتور نجوى ايه يعني راي حضرتك في المراه العامله بالنسبه لتربيه الاولاد بالذات؟ يعني طبعا زي ما حضرتك قلتي ان تربيه الاولاد او هي دي الهدف الاساسي لاي امراه، فهل كون المراه عامله ده بيأثر على مراعاتها لابنائها، وخصوصا من مراحل المراهقه والمراحل اللي بيحتاجوا فيها الام بشكل مباشر، يعني تكون متواجده معاهم؟ ازاي بتتعاملي حضرتك شخصيا او من وجهه نظرك ايه الاسلوب السليم للتعامل مع الابناء في هذه المراحل بالنسبه للمراه العامله؟ طبعا هقول لحضرتك على حاجه، سواء مراه عامله او مراه غير عامله، بالنسبه لتربيه الابناء انا افضل المراه اللي يكون عندها وعي كبير جدا، الام يكون عندها وعي كبير جدا. مش هقول لك انها تراقب الطفل، لكن انها تتابعه. يعني حتى لو طفل صغير بتلاقيه ماسك كتاب 24 ساعه، لازم الام تعرف الولد بيشوف ايه. دي ظاهره على فكره، لازم لازم يبقى فيه متابعه، لازم يكون ان انا اتكلم. اصل الطفل ده زي السفنجه بالظبط، بتمتص اي حاجه في المرحله الصغيره، لازم انا دايما اتكلم معاه اوعيه، يكون انا الام، انا الحضن، لازم يحكي لي كل حاجه بتحصل حواليه. المراه العامله لازم تخلق لنفسها وقت لاولادها، لازم تعمل لنفسها خطه كده وبلان، لازم تتكلم معاهم، تعرف برضو اللي بيدور حواليها. حتى لو المراه غير عامله ممكن تلاقيها بتقعد فترات طويله جدا على موقع التواصل الاجتماعي، ممكن تهمل اولادها، ممكن تلاقيها مع صديقات كتير في النادي برضو مش متابعه الابناء بطريقه سليمه. احنا بنقول سواء مراه عامله او مراه غير عامله لازم يكون في متابعه للابناء، خاصه في الوقت الحالي، لان احنا اصبحنا سماوات مفتوحه ومواقع التواصل، ممكن الطفل يدخل على اي حاجه. حتى الاطفال الصغيره اللي لسه مش بتعرف تكتب، في ممكن في جوجل كده في علامه الجرس ممكن يدوس عليها الطفل ويقول انا عايز ايه. تمام. فالميكروفون فيجي له اللي هو عايزه، يعني حتى الاطفال 3 سنين او 4 سنين بيعرف يجيب اللي هو عايزه. ده طبعا موضوع في منتهى الخطوره. طبعا في منتهى الخطوره، لازم الام، ما فيش طفل صغير يبقى عامل باسورد على الجهاز اللي قاعد عليه. تمام. لازم الام تبقى عارفه بيتكلم مين، بيتكلم قال ايه، شاف ايه، يكون في متابعه حتى اصدقاء النادي مين. التربيه السليمه والتوعيه، وطبعا تربي الاولاد من هم صغيرين على الصلاه والحلال والحرام، هترتاح بعد كده. لو انا ربيت من الطفل الصغير حته الحلال والحرام، ده هيريحني بعد كده. طبيعي. وطبيعي طبعا المراه العامله لابد انها تعود اولادها ازاي يعتمدوا على نفسهم، بحيث انها تبقى غير متواجده في البيت فترات طويله جدا. فبرضو كلميني على النقطه دي، ان انا ازاي اعود اولادي ان هم يعتمدوا على نفسهم حتى من سن صغير اثناء غيابي او عدم تواجدي في البيت او اي امراه عامله. اي امراه عامله هقول لك على حاجه، هي ليها برضو ايجابيات كتير جدا في الوقت اللي هي فيه بره البيت. بالنسبه قبل الابناء، بالنسبه للزوج بيبقاش في مشاكل، هي بتشتغل وهو بيشتغل، فبيبقى في حته حتى الشوق، فالدنيا بتبقى جميله. غير المراه اللي قاعده 24 ساعه في البيت مش بتشتغل، فبيبقى جوزها شغلانتها. ايوه. مراقباه 24 ساعه، بتخنقه، اتكلم مين، عمل ايه، شاف ايه، عمل لايك، يعني بتفضل طول الوقت مراقبه الزوج 24 ساعه. بيتخنق الزوج، بيحس بملل، خلافات بتكتر الخلافات طبعاً. لكن الزوجه لازم تخلق لنفسها، حتى لو هي ربه منزل، تخلق لنفسها حياه، تحاول انها تدخل على تتعلم حاجه جديده، تتعلم ثقافه جديده، تتعلم لغه جديده، تشارك في المجتمع باي شكل. ده بالنسبه للزوج. اما بالنسبه للابناء، طبعا الابناء بيعتمدوا على نفسهم اذا كانت الام عامله والام بتشتغل. هي اكيد لها دور في انها من الصغر تعودهم على ده، تعمل لهم نظام، ترتيب، يكونوا معتمدين. الطالب بيرجع البيت لو الام مش موجوده، لو الداده موجوده او كده، بيرتب حاجته، بيشوف جدوله، لحد ما الام بتيجي بتتابع معاه بقى فورا، عمل ايه الهوم ورك، تشوف خد ايه. وان شاء الله كده برضو في سيدات كتير جدا وامراه عامله اولادهم ما شاء الله ناجحين وتقديراتهم عاليه جدا.
شكرا يا دكتور نجوى الدسوقي، عضو اتحاد الصحفيين وعضو المجلس المائي للمرأة. سعدت جدا بوجود حضرتك معايا النهارده، وطبعا موضوع المرأة العاملة الحقيقه فيه اسئله كتيره لسه ما كلمناش فيها، وان شاء الله في حلقات كتيره جايه ان شاء الله هنعمل لقاءات بخصوص هذا الموضوع. اعزائي المشاهدين اشكركم لطيب المتابعه، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحه برنامج لكل الناس. اشكركم لطيب المتابعه، وانتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم والزميل خالد الشناوي وحلقه جديده وبرنامج لكل الناس.